أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يصل إلى لبنان ويشارك في احتفالات عيد الاستقلال. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 23 شخص في انفجار سيارة مفخخة في طوس خرماتو في العراق. والأمن الإلكتروني السعودي يعترض هجوما إلكترونيا متقدما. الاتحاد الأفريقي يحقق في عمليات بيع المهاجرين في ليبيا. 50 قتيلا في هجوم انتحاري داخل مسجد في نيجيريا. وقمة المعرفة 2017 في دبي تناقش ملامح الثورة الصناعية الرابعة. معاناة الطبقة الفقيرة تزداد مع ارتفاع أسعار الخبز في إيران. وفي الصحة تطوير عقاقير جديدة تسهم بمكافحة الأيدز. والشوكولاتة تحمي البدناء من الأزمة القلبية. وأخيرا جديد أبل 2018 إطلاق 3 هواتف مذهلة.